كتلة هوائية باردة تقترب من شمال المملكة وأحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق. التفاصيل بعد قليل. أسعد أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سالت أجواء مستقرة بشكل عام، انتشرت كميات كبيرة من الغيوم العالية بدون فعالية في شمال المملكة، لكن اعتبارا من الأيام القليلة القادمة تحديدا اعتبارا من يوم الأربعاء تقترب من شمال المملكة كتلة هوائية باردة استعمل انخفاض ملموس على درجات الحرارة بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر الذي سيعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق. اعتبارا من يوم الاثنين توزيع الكتل الهوائية المتوقعة كتلة هوائية دافئة نوعا ما تنتشر في عموم القطاع الغربي من المملكة العربية السعودية، في حين تبدأ هذه الكتل الهوائية الباردة تقترب من شرق البحر الأبيض المتوسط عبر منطقة بلاد الشام، ثم تدريجيا يوم الأربعاء تصل نحو شمال المملكة العربية السعودية. عند وصول هذه الكتلة الهوائية الباردة نحو شمال المملكة العربية السعودية سيمتد منخفض البحر الأحمر نحو المنطقة الوسطى من السعودية. هذه الظروف الجوية ستعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة تحديدا في عموم السواحل المطلة على البحر الأحمر وامتدادا حتى حفر الباطن ومرورا بمنطقة حائل والمدينة المنورة. الأحوال الجوية غير المستقرة ستبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء على شكل انتشار لكميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في القطاع الغربي من المملكة العربية السعودية، ثم يمتد لاحقا خلال نهاية الأسبوع نحو حفر الباطن ومدينة حائل. أيضا الأحوال الجوية الغير مستقرة يتوقع أيضا أن تؤثر على مدينة جدة. التوقعات الجوية العاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء مستقرة مع تفرق لبعض الغيوم، 15 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 13، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية شرقية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 23-15 مع أجواء غائمة جزئيا، الثلاثاء 22-15 ويوم الأربعاء 23-16 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية اليوم الاثنين نبدأها شمالا، أجواء غائمة بغيوم عالية بدون فعالية، تبوك 25-15، سكاكة 23-14 وعرعر 22-12 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 28-18، جدة 32-25، مكة المكرمة 34-21 والطائف 23-14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 20-11، أبها 21-9 وجازان 31-24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 25-13، حفر الباطن 22-11 والإحساء 23-9 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض أجواء غائمة جزئيا 23-15، بريدة 22-11 وحائل 21-11 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.